ما حكم تصوير المحاضرات بالفيديو والقنوات الإسلامية؟ تصوير لا يجوز لا في المحاضرات ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال عليه السلام: الذين يصنعون هذه الصور يجعل لهم بكل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. ولعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنهم أظلم الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. تصوير كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، لا في الفيديو ولا في غيره، لا للمحاضرات ولا لغيرها. إنما الصور الضرورية التي تحتاج إليها في معاملاتك، مثل البطاقة، صورة البطاقة أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه للضرورة. قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه ضروري، وما عداها من الصور لا يجوز. نعم.